السلام عليكم، مساء الخير عليكم خواتاتي. مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفه شابه بزاف واقتصاديه، وتقطع على كميه كبيره توالم العيد الكبير في هذا الكاطو الرائع. هذا الكاطو غادي نديروه بحبه تاع بيض ويعطيكم اكثر من 65 حبه فرديه، ولا لصقتي حبه مع حبه كما انا دار لي حوالي 36 حبه. يعني كاطو بحبه بيض غادي ديري كميه كبيره، وما نحكي لكمش على النتيجه باسكو النتيجه تاعها مبهره، خفيف وهشيش ويدوب في يدك كي ترفديه قبل ما تاكليه. يوالم بزاف العيد الكبير باسكو سامبل وبنين، ما يشدلك لا الوقت وما يديلك حصوالح وما يكلفك. المهم شيرات، ما تنسوش ديروا نجام للفيديو، ما تنسوش الصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هاد الايام العشر من ذي الحجه راها بزاف مباركه حبيباتي، اغتنموا الفرصه بالصلاه والدعاء وبالذكر وذكر الرحمن والصلاه على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. نبدو في عجينه الصابلي تاع اليوم، عجينه رائعه وغادي نعطيكم اسرار رائعة لنجاح الصابلي في هذا الفيديو. عندي 250 غرام زبدة تكون طرية، دهن يكون طري، حبة بيض كاملة، مغرف واحدة سكر غلاس اللي هو سكر ناعم، مغرف صغيرة لافاني اللي هي فانيليا، ثلاثة مغارف كبار مايزينا اللي هي نشاء، حوالي مغرف كبيرة تكون معمرة مورسو يكون شباب تاع حلوة الترك اللي هي الشامية، ورشة تاع ملح. هاد الصوالح حطيتهم كاع مع بعض، يعني ما غاديش نحط بالحاجه ونخلط بالحاجه ونخلط ونعي روحي. حطيت كل شيء مع بعض، فتت هذيك حلوه الترك باش ما تغبنيش، فتتها هكا بصباعي باسكو ما كثرتش سكر غلاس، باسكو حلوه الترك راها حلوه غادي تعطيك ذوق رائع وهشاشه رائعه للكاطو تاعك. خلطت غايه غير بالمغرف هكا، وحاولي تدخلي كل شيء مع بعضه حتى يولي لك الخليط كريمي كيما راكي تشوفي، ما بقى يبان لا سكر غلاس لا حلوه الترك لا والو. من بعد الشيرات هنايا غادي نبدا نحط الفرينه، دقيق ابيض. الفرينه هنا على حساب العجينه تاعك، ما نجمش نقول لك المقدار بالضبط باسكو انواع العجينه مختلفه، انواع الفرينات مختلفه متنوعه. درت كميه من الفرينه مع نص كيس فرفاره، يعني 5 غرام خميره الحلوى. نبدا ندخل في هذيك الفرينه غير بشويه، الاولى غير بالسباتول ولا بمغرف، من بعد نبدا نخدم بيدي. هنايا كي شفت الفرينه الاولى الكميه الاولى دخلتها غايه في الخليط الاول، دروك نبدا نخدم بيدي، مسحي كاع اللي يكون في لاسباتول وحطي الفرينه تاعك وبدي تجمعي، فقط جمعي غير هكا بصباعك حتى تحصلي العجينه تكون ملمومه متماسكه طرية. شيرات عجينة الصابلي ما تجيش ناشفة، ما تنشفيهاش باسكو الا نشفتيها غادي يخسر لك الصابلي تاعك يتشقق وما يجيش شباب. شوفي كيفاش راها العجينة تاعي هنايا، ما غاديش تخدم بها ديريكت، ثاني هذا السر باش الصابلي تاعك يجيك حبة قد حبة. ديرها في ساشي خليها في الفريجيدار حوالي ربع ساعة حتى نص ساعة. انا هنا غادي نديرها في الفريجيدار ربع ساعة ولا لو طون اللي نلم المواعين اللي خدمت بهم وصوالحي، نقي بوطاجي تاعي ونولي لها. فوالا شيرات، هذه العجينه تاعي بعد ما فاتت حوالي 20 دقيقه هكاك تيبس لك غايه وتشد روحها باسكو هذاك الدهان غادي يشد روحها سيرتو في السخانه، السخانه اللي تدخلوها في الفريجيدار. قسمتها على زوج وغادي نبدا نحلها بالوراق. ودائما عجينه الصابلي ما ترشيش الفرينه تحتها، ديري تحتها يا هكا بلاستيك سينو ديري بابي كويسون باش تحافظ على المكونات اللي راهم فيها ما تنشفيهاش بالفرينه. حليتها هكا ونجيب القطاعه الاولى، درت انا درت زوج اشكال، درت زوج اشكال من هذا الكاطو، شكل دائري مقطع. وشوفوا ثاني كيش تقطعوا الصابلي، هذه دائما نقولها في الفيديو تاعي، تحطي الطابع وترفديه، ما تديش وتجيبي يمين وراء ويسار باسكو لو كان تدي هاك وهاك غادي الشكل يتخسر يتعوج سيرتو في الفوق. تحطي القطاعه تاعك وترفديها. راني نحاول نعطيكم كاع الصوالح اللي تعلمتهم واللي نعرفهم في هذا الفيديو باش تستفادوا، سيرتو المبتدئات اللي عمرهم ما خدموا كاطو ولا شيرات صغارات اللي باغي يديروا العيد الكبير لاماتهم. واحد السر تاني بزاف شباب وبزاف ما يعرفوش، شتو هذوك البقايا اللي بقاو لي من العجينه الاولى اللي لميتهم، ما تخليهمش وحدهم، تزيدي لهم من العجينه الجديده، فهمتوني؟ هذوك البقايا اللي قلعناهم تزيدوا منهم شويه من العجينه اللي كنتو داسينها خالينها على جهه وتحلوهم. صاي ان شاء الله تكونوا فهمتوني. من بعد انا هنايا درت تزيين، هنايا كيما بغيتي تقطعي بغيتي تكملي بالشكل الدائري بغيتي ديري اي شكل بغيتي. انا عندي هذا المول تاع الطابع تاع الرشيم، هذا الرشيم تاع العجينه تاع عجينه السكر، انا نخدم به من العجينه تاع الصابلي. شوفوا يرشم لي العجينه يدير فيها الورود ازهار،
أزهر كيقول. ورشمت العجينة تاعي باش الكاطو تاعي يجي شباب كي طيب. إلا ما عندكش نورمال ديري أي طابع عندك، وقطعتها بالقلب. غادي نحاول هذاك الموت على القلب، نحاول نقطع وركين الورد باش يجيني شباب. درت بالكور ونحاول نقطع كيف كيف. شوفوا كي راني نحط الطابع، مانيش نديه ونجيبه، راني نحط نزير ونرفد. هذا هو طريقة تقطيع الصابلي باش يجيك حبة قد حبة. دروك نبدا نقلع. شوفوا ميم كي ديري بلاستيك من تحت يعاونك. على بالي بلي قاعد تعرفوها، بصح كاين مبتدئات بزاف، كاين شي رات صغار راهم يتعلموا كل حاجه تجيهم تجيهم استيوس. شوفوا كيفاش خرج لي الكاطو تاعي، خرج يهبل. تاني نديرها في الصني، وهنايا ندخل الصني تاعي الفرن يكون ساخن 160 درجه. نحط الصني تاعي في الوسط، نطيبه غير من تحت ونخرجه. وصابلي طيب بالخف شيرات عالسوب باش ما ينحرق لكمش. كيف كيف قدرت هذوك لي شوت، زدت لهم كميه من العجينه اللي كانت عندي نقيه جديده يعني. وغادي نقطع دروك القلب سامبل بلا رشام، على خاطر كل حبه فيها رشام غادي نلصقها مع حبه سامبل. هاد السامبل تجي من تحت والمرشمه تجي من الفوق. يعني لا درتي 20 حبه تكون مرشومه، ديري 20 حبه تكون هكا سامبل. نحطهم في البلا، والما باقي ما تبقى لي من العجين غادي نكملها بالمول الدائري. شوفوا دارت لي 65 حبه فرديه، يعني الا بغيتي ديري كاش كاطو يكون هكا فردي يديلك حوالي 60 65. وإلا درتي حبه فوق حبه دير لي حتى 38، والله ماني عاقله، بصح دير لي كميه لاباس بها باسكو غير حبه بيضاء هادي ماشي بزاف. ها هو ده بعد لي طاب طيبته غير من تحت. شوفوا من الفوق ما طيبوش، صاب لي يقعد بيد من الفوق. وهداك القلب شوف شحال جا شباب، اكدوا لي على هادي جا بزاف شباب. هاد الرشمه لو كان تلقوها عند اللي يبيع صباح الكاطو غير شرو، ماشي تقولوا غير تاع عجينه السكر حنا ما نخدموش بلا باتا سكر. انا شريته لا باتا سكر ونخدم به لا باتا بات صابلي. خليه يبرد غايه، خليته برد مليح مليح. وهنا غندي نواد كوكو محمص وكاوكاو محمص ومطحون، وعندي طوفيا كراميل باش نلصق حبه مع حبه يليق يكون بارد بزاف. تنجمي تلصقي بالكونفيتور، تنجمي بشوكولا تارتيني، تنجمي بكريمه الزبده. انا ما بغيتش نكثر عليكم، كان عندي طوفيا في الدار قلت نلصق به. تنجمي غير بالكونفيتور. هذا السامبل قلت لك نديرها من تحت ومن الفوق هكا باش يجيني هكا، هذا يجي من الفوق. وغادي نلصقهم بطوفيا كراميل اللي عطاته بنا هبال باسكو راه مخدوم بحلوه الترك، فهمتوني؟ صافي الاذواق غادي تتقارب بزاف، الكراميل مع حلوة الترك يجي بزاف بنين. لصقت حبه مع حبه، وفي الجوانب مسحت بالبنسو هكا ولا غير بصبعك، وفوته في نواة كوكو المحمص. نواة كوكو محمص عندها لون شباب وذوق رائع. جاني هكا الكاطو تاعي، وهذاك المدور تاني كيف كيف لصقته غير بالكراميل، وفي الجوانب درت كوكو محمص ومطحون. دائما قلت لك تخدمي بصوالح اللي عندك في الدار، وما كلاوليش بزاف عندك، كميه قليله كلاها لي تاع كوكو ونواة كوكو. هادو هو قلت لك تقدري ديري كونفيتور كيما تنجمي ديري شوكولا كيما تبغي ديري كريمه الزبده، شيرات اللي قديتو عليه ديروه وتقول لي تبغوه. هنا كي كملت غادي ندير في هذاك المدور خطوط بالشوكولا، شوكولا دوبتها في حمام مائي وما زدت لها والو، وندير خطوط هكا ونعاود ندير خطوط بالطول، ونتحصل على الشكل سامبل وشباب بسيط بصح بنين بزاف بزاف. حنا نحوسوا على حاجه بنينه، حاجه راقيه كشغل المنظر تاعها شباب، وتاني تقطع بزاف. كيما نعرفوا العيد الكبير ما نقعدوش نكثروا على رواحنا في الكاطو ونديروا هذاك الكاطو اللي عيي واللي يدي الجهد ويدي كيما نقولوا يكلف. ديجا دروك كي رانا نحطوا الكاطو رانا نشوفوا في التعاليق مخيره تقول لك اني راني حايره غير في الكبش، فهمتوني؟ حنا نقولوا الله يقدر كل واحد، كل قليل كل ربي يقدر كل واحد، باسكو ماشي ساهله الشيرات، كل شيء راه غالي راكم تعرفوا. رانا كاع عايشين في بلاد وحده ورانا كاع عارفين شراه كاين، كل شيء راه غالي درك، واحد وين يشوف منا ولا منا. على هادي نسيو نديرو حاجه اللي نقدروا عليها حنا وتقدروا عليها نتوما، يقدر عليها الغني والفقير. باسكو بزاف الله يجيب الخير كما يقولوا، الله يجيب الخير والله يحسن العون. الانسان راه يخمم غير في كبشه وما بالك في الكاطو.
المهم حنا سينا ندير لكم حاجه خفيفه ظريفه. شوفوا شحال الكاطو تاعنا خفيف وشباب بزاف بزاف. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنسوش قلت لكم في بدايه الفيديو تغتنموا فرصه العشر ايام من ذي الحجه، وما تنسوش بالدعاء وتدعوا لنا شيرات، تدعوا لكل مريض ربي يشافيه ويعافيه يا ربي، ودعوا ثاني يا ربي يرحم جميع المسلمين اللي ماتوا. استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه. سلام.